هذه يسمونها المراجعة المركزة، مو معناها تترك كتابك، الكتاب أساس النجاح. أول محاضرة دخلت لكم بها قلت لكم الكتاب أساس النجاح. يلا طلابنا نبدأ الفصل الرابع، وهي فقرة تعرفونها، فقرة عرف. عرف المحلول. خليط هو خليط متجانس مكون من مادتين أو أكثر لا يحدث بينها تفاعل كيميائي، تسمى المادة الموجودة بوفرة في المحلول المذيب. تسمى شنو؟ المحلول المذيب. وتسمى المادة الموجودة بقلة في المحلول المذاب. 2. المحلول المشبع هو المحلول الذي يحتوي على أكبر قدر ممكن من المذاب، وأن المذيب لا يستطيع أن يذيب أي زيادة أخرى من المذاب عند درجة حرارة محددة وضغط معين. المحلول فوق المشبع وهو المحلول الذي تفوق كمية المذاب في المحلول ما قد يمكن للمذيب من إذابته في الظروف الاعتيادية، وهذا النوع من المحاليل غير ثابت. المحلول غير المشبع هو المحلول الذي يحتوي على كمية من المذاب أقل من الكمية اللازمة للتشبع عند درجة حرارة محددة وضغط معين. احفظهم زين، خاف يجيك مال الفرق. عرف المحلول الالكتروليتي القوي هو محلول الذي تتأين فيه الجزيئات المذاب بشكل تام ويتفكك بسهم واحد. نفس هذا، خاف يقول لك تعطيني مثال هذا. عرف قابلية الذوبان تعرف بأنها أكبر كمية من المادة المذابة يمكن أن تذوب في حجم ثابت من مذيب معين للحصول على محلول مشبع عند درجة حرارة محددة. عرف المحلول المركز هو المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب. المحلول المخفف هو المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة من المذاب. فقرة علل ما يأتي. أولا، تذوب المواد في المحاليل الساخنة أسرع من الباردة. ليش؟ لأنه في المحاليل الساخنة تزداد الطاقة الحركية للجزيئات المذيب، وبالتالي زيادة عدد الاصطدامات بين الجزيئات المذاب والمذيب فتزداد قابلية الذوبان. 2. يعد حامض الهيدروكلوريك الكتروليا قويا. ليش؟ نتيجة تأين جزيئاته بشكل تام في المحلول. 3. يذوب، هاي كل تعليل، مسحوق السكر أسرع من حبيباته، لأن سطح المسحوق المعرض لملامسة جزيئات الماء أكبر من سطح حبيبات السطح. 4. تتصاعد فقاعات غاز CO2 في المشروب الغازي بعد فتح الغطاء، يعني قطية بيبسي، لأن تركيز CO2 في المحلول يعتمد على الضغط الجزئي له، وعند فتح الغطاء فإن ضغط CO2 يقل فتقل ذوبانيته فتتحرر القاعات. طلاب وانت تقرأ أشر، تمام؟ أشر هاي جدا مهمة، فقط عندك هذا الامتحان، وما نسيت أبارك لكم على الخمس درجات اللي أضاف لكم إياها لكل مادة. يلا، تعتبر النقود من المحاليل. ليش؟ وذلك لأنها محلول ناتج من مزج مواد صلبة مع مواد صلبة. وضحت؟ عدنا وضح تأثير كل من الضغط في قابلية الذوبان المواد الغازية. تزداد قابلية الذوبان المواد الغازية كلما ازداد الضغط الجزيئي للغاز فوق سطح المحلول. 1. 2. درجة الحرارة على قابلية الذوبان. أيضا تزيد درجة الحرارة من قابلية الذوبان حيث تعمل على زيادة طاقة حركة جزيئات المذيب، فتزداد احتمالات تصادم جزيئات المذيب بسطح بلورات المذاب مما يساعد على ذوبانه. سؤال 4. وضح أنواع المحاليل حسب كمية المذاب والمذيب. المحلول المشبع هو المحلول الذي يحتوي، طبعا نفسية التعريف مالته، وأيضا المحلول فوق المشبع التعريف مالته، والغير مشبع أيضا التعريف مالته. سؤال 6. ما الفرق بين مذاب الكتروليتي القوي ومذاب الكتروليتي الضعيف، مع ذكر مثال لكل منهما؟ الكتروليتي القوي هو محلول الذي تتأين فيه الجزيئات المذاب بشكل تام ويتفكك بسهم واحد، هاي قلناها طبعا اخذناه نفسه، تمام. الالكتروليتي الضعيف هو المحلول الذي تتأين فيه جزيئات المذاب بشكل غير تام ويتفكك بسهمين متعاكسين، وهذه تمام المعادلة. سؤال 7. ما الفرق بين، انا ايش قلت لك، المحلول المركز والمحلول المخفف، التعاريف دير بالك عليهم يجنك على شكل ما الفرق، اوكي؟ هذا شبيه يحتوي المركز على كمية كبيرة من المذاب، والمخفف يحتوي على كمية قليلة من المذاب.
وضحت وضحت. ما المقصود بالقابلية الذوبان وما العوامل المؤثرة عليها؟ عددها فقط. الجواب: تعرف بأنها أكبر كمية من المادة المذابة يمكن أن تذوب في حجم ثابت من مذيب معين للحصول على محلول مشبع عند درجة حرارة محددة. هاي شنو؟ قابلية الذوبان. العوامل: طبيعة المذاب والمذيب، تأثير درجة الحرارة، تأثير الضغط. بالنسبة للمسائل، مسائل منهن حاليهن ومنهن ما حاليهن، إن شاء الله باكر إذا بقى عندنا مجال نحل كل المسائل اللي ما حالينها، أما الحالينها لا كفاية. فقرة املأ الفراغات الآتية: المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة نسبيا من المذاب يوصف بأنه شني؟ محلول مخفف. دير بالك عليه، يمكن تحويل المحلول المركز إلى محلول مخفف بإضافة شني؟ مذيب أكثر إلى المحلول. تمام؟ تمام. عندما ثلاثة تتأين جزيئات المذاب في المحلول يسمى عند ذلك المحلول الالكتروليتي. وضحت؟ المذاب الالكتروليتي الضعيف هو المحلول الذي تتأين فيه جزيئات المذاب ويتفكك بسهمين متعاكسين. أوكي؟ فقط اقرأ الحد المذاب. أوكي؟ هو المحلول الذي تتأين فيه جزيئات المذاب فقط. أوكي؟ سؤال عشرة: ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة. وصلنا وياكم وخطأ، عندنا فقط اثنين. دير بالك من يقول لك عبارة أو كلمة. أوكي؟ محلول صلب في صلب، مثل شنو؟ علبة عصير لو محلول محل ملحي، لو قطعة نقدية. من الساعة شخدناها قطعة نقدية. اثنين: يمكن تحويل المحلول المركز إلى محلول مخفف وذلك بزيادة تركيز المذاب. لاحظ، بتسخين المحلول لو بإضافة مذيب أكثر إلى المحلول. شخدناها هسه بإضافة مذيب أكثر إلى المحلول يمكن تحويل المحلول المركز إلى محلول مخفف. واضح؟ يلا طلابنا شد حيلك، وصلنا للفصل الخامس. شفتوهن بسيطات ترى. أوكي؟ يحتاج لهن تركيز، ورقة وقلم يمك على مود تأشر الأشياء المهمة بالوزاري. طلابنا اللي يكتب ملاحظات هذا نظام النجاح، اللي ما يكتب ملاحظات مجرد بس يشوف بعيونه ويلفظ بلسانه هذا ينخاف عليه. تمام؟ لأن العلم وحشي، قيدوه بمن؟ بالكتابة. سؤال: عرف ما يأتي. ماء الزجاج هو محلول مائي المركز لسيليكات الصوديوم القابلة للذوبان في الماء التي هي أكثر أنواع السيليكات شيوعا واستعمالا. جل السيليكا هو مسحوق غير بلوري، تكون من تكون من تجفيف السيليكا المائية، يستعمل بمن يستعمل بصورة رئيسية كعامل مجفف، وذلك لمساحته السطحية الكبيرة وقابليته العالية لامتصاص الماء. هاي انتهت فقرة عرف. علل استخدام الكوارتز، هذا اجى السؤال، في قطع الزجاج وتخديش الحديد الصلب. ليش؟ لأنها مواد شديدة الصلادة. واضح؟ 2. استعمال جل السيليكا بصورة رئيسية كعامل مجفف، نفسي تتعريفه يجيني شني؟ على شكل تعليل. أوكي؟ وذلك لمساحته السطحية الكبيرة وقابليته العالية لامتصاص الماء. وصلنا وياكم فقرة ما أهم الخواص الفيزيائية للسيليكون. عرفنا من فقرة السيليكون، نروح لمن؟ ما هي صور السيليكون وما الفرق بين صور السيليكون؟ عندنا صورة متبلورة وصورة غير متبلورة. هو أحد صور السيليكون يكون فيها لون المسحوق بني غامق ويكون أقل فعالية من السيليكون غير المتبلور. أما المتبلور هو أحد صور السيليكون يكون فيها لون مسحوق رصاصي غامق ويكون أكثر فعالية من السيليكون المتبلور. ماذا يقصد؟ أيضا تركنا من هذا متركة، اقرأ. ما هي الصفات العامة للزمرة الرابعة؟ أولا: بزيادة العدد الذري يظهر انتقالا واضحا في الصفات من اللافلزات أشباه الفلزات الفلزات كما في العناصر. براحتك تريد تكتبهن أم تريد ما تكتبهن. عنصر الكربون لافلز، عنصر السيليكون والجرمانيوم أشباه فلزات، القصدير والرصاص فلزات حقيقية. هاي كلها شارحينها بالتفصيل الممل بالمحاضرات السابقة. ثانيا: هاي شني؟ صفات كل زمرة لها صفات. تقل درجة الانصهار والغليان
بزيادة العدد الذري. 3. تمتلك 4 الكترونات في غلافها الخارجي. 4. السيليكون والكربون يكونان أواصر هني تساهمية، دير بالك عليها، بينما الجرمانيوم والقصدير والرصاص تكون أواصر تساهمية وأيونية، أيضا دير بالك عليهم لا يجنك على شكل فراغات. السيليكون والكربون شني تساهمية، والجرمانيوم والقصدير والرصاص تساهمية وأيونية. لاحظ. 5. جميعها ذات فعالية ضعيفة. واضح. سؤال 7. السيليكا إحدى مركبات السيليكون، عدد أنواعها مع مثال لكل نوع، ثم اذكر أهم الخواص التي تمتاز بها، أو سؤال يجيني اذكر أهم الخواص التي تمتاز بها السيليكا. سيليكا نقية وسيليكا غير نقية. النقية مثل شنو؟ اجت هاي على شكل فراغ، مثل حجر الصوان والكوارتز، وهي مواد شديدة الصلادة تستعمل في قطع الزجاج وتخديش الحديد الصلب. والغير نقية مثل الرمل التي تحتوي على كميات متفاوتة من الشوائب التي تكسبها ألوانا مختلفة. أهم الخواص التي تمتاز بها السيليكا: غير فعالة، لا تتفاعل عند تعرضها للكلور أو البروم أو الهيدروجين ومعظم الحوامض. ب. تتفاعل مع حامض الهيدروكلوريك والقواعد. ج. تتفاعل مع الأكاسيد والكربونات الفلزية بالتسخين الشديد. د. تتفاعل سيليكات الفلزات القلوية مع الحوامض، يعطي السيليكا المائية، وعند تجفيها تكون جل السيليكا. تكون جل السيليكا. تمام. عندنا سؤال 8 و9 و10 كلهن واحد. كيف يتم تحضير سيليكات الصوديوم؟ ما هي أهم أنواع السيليكات؟ عدد أهم استعمالات ماء الزجاج. كلها جوابها واحد. سيليكات الكالسيوم تحضر من تفاعل أكسيد الكالسيوم مع السيليكا بالتسخين الشديد. سيليكات الصوديوم تحضر من تفاعل كربونات، لاحظي، الصوديوم مع السيليكا بالتسخين الشديد. استعمالات محلولها المائي المركز، هم قايل استعمالات محلولها المائي المركز هنا، حماية بعض الأقمشة والورق من الحرائق. لاحظ. 2. كمادة لاصقة رخيصة. 3. استعماله في البناء بخلطه مع الاسمنت لتقوية الاسمنت، يعني الأخير كاتب لي. سؤال 12. وصلنا ياكم فقرة املأ الفراغات الآتية بما يناسبها. المحلول اولا، المحلول المائي المركز لسيليكات الصوديوم يدعى يا محلول ماء الزجاج، دير بالك عليه. اوكي. 2. تصف عناصر الزمرة الرابعة بامتلاكها فراغ بغلافها الخارجي. ايش تمتلك بغلافها الخارجي؟ 4 الكترونات. شو اسمها؟ الزمرة الرابعة. من اسمها؟ الزمرة الرابعة. 4 الكترونات في غلافها الخارجي. تمام. 3. يحضر السيليكون المتبلور بإذابة السيليكون في منصهر فراغ. منصهر شني؟ الألمنيوم. 4. فراغ هي مركبات تتكون من السيليكون والهيدروجين. شنو هاي المركبات؟ هيدريدات السيليكون. واضح. 5. توجد السيليكا في الطبيعة بصورة نقية، وهذا الفراغ اجى نفسيته الطلاب الخارج، مثل حجر الصوان والكوارتز. 6. للسيليكون صورتان هما متبلور وغير متبلور. يتفاعل السيليكون عند تسخينه إلى درجة 950 سيليز مع الأكسجين أو الهواء الجوي ليعطي فراغ. ش يعطي؟ ثنائي، لاحظ، أكسيد السيليكون. ش يعطي؟ ثنائي أكسيد السيليكون. 8. يمكن تحضير السيليكات، يمكن تحضير، تجيني على شكل فراغ، من تسخين الشديد للسيليكا من كربونات فلزية أو أكسيد فلزي. شو نحضر من عدها؟ السيليكات. واضح. 9. يوجد ثنائي أكسيد السيليكون السيليكا، يعني لو يقول لك أكسيد السيليكون ويقول لك سيليكا، في الطبيعة على نوعين نقي، مثل حجر الصوان والكوارتز، وغير النقي مثل شنو؟ الرمل. واضح.
هنا يختلف، هنا قايل لك بصورة نقية تقول له حجر صوان وكوارتز، هنا قال لك غير نقي تقول له الرمل. أخذناه من الساعة، أوكي، وعرفناه. سؤال 13 يقول اختر الأنسب من ما بين الأقواس. اختيارات: أولا، إحدى مركبات السيليكون الذي يستعمل بصورة رئيسية كعامل مجفف هو السيليكا المائية، جل السيليكا، كاربيد السيليكون. شنو المساحة أخذناه كعامل مجفف؟ جل السيليكا. ليش؟ مو تذكرون لما شرحناه. توجد السيليكا في الطبيعة بصورة نقية مثل الرمل؟ لا، غير نقية. هيدريد السيليكون؟ لا. لا، شنو ساد؟ الكوارتز. أوكي. ثلاثة، يدعى المحلول المائي المركز للسيليكات الصوديوم بكلوريد السيليكون لو جل السيليكا لو بماء الزجاج؟ طبعا بماء الزجاج، دير بالك عليه. أربعة، ان اكثر انواع السيليكا شيوعا واستعمالا والقابله للذوبان في الماء هي سيليكات الكالسيوم، سيليكات البوتاسيوم، او سيليكات الصوديوم. يا هي اكثر استعمالا شيوعا؟ سيليكات الصوديوم، خليها ببالك. خمسة، يحضر السيليكون المتبلور بإذابة السيليكون في منصهر الكالسيوم أو الألمنيوم أو المغنيسيوم. بالله اقرأ زين. يحضر السيليكون المتبلور بمن؟ بإذابة السيليكون في منصهر. ايش قرينا من ساعة يا منصهر؟ منصهر الألمنيوم. واضح طلابنا؟ واضح السؤال. زين، سؤال 14، وصلنا إياكم فقرة ضع صح وخطأ أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، ثم صحح الخطأ إن وجد. طلابنا، كل ما نوصل للفقرة أقول لك ضع كلمة، لا تضع علامة، أوكي؟ لأن أنت مجبور بهذا الشيء. أولا، يعد السيليكون من أشباه الفلزات، صحيح. اثنين، من الصفات المهمة للسيليكون التي يستفاد منها في صناعة الأجهزة والدوائر الكهربائية والحاسبات الإلكترونية والخلايا الشمسية هو شبه موصل للتيار الكهربائي، صح أم خطأ؟ صح. يتفاعل السيليكون عند تسخينه إلى 950 درجة سيليز مع الأكسجين أو الهواء الجوي ليعطي درجة شني؟ هيدريدات السيليكون. خطأ. شخذنا من ساعة يعطي ثنائي أكسيد السيليكون. اوكي.